لاحظ عمر عبد الجليل آل سعود الصف 3H، سأقدم لكم بحث بعنوان الأطفال والتكنولوجيا. في عالم تصف فيه التكنولوجيا بسرعة فائقة، أصبح من المستحيل أن تجد طفلاً لا يستخدم التقنيات الذكية، فلا يجد الطفل صعوبة على تشابك اللمس أو الضغط على أزرار الكمبيوتر أو الآيباد. الآن سنتعرف على إيجابيات استخدامات التكنولوجيا على حياة الطفل. أولاً، تعليم الإلكتروني. التكنولوجيا دور لا يمكن إنكاره في تعليم الطفل القراءة والكتابة بسهولة أكثر من ذي قبل. ثانياً، تنمية مهارات اجتماعية للطفل. إذا استخدم الطفل الأجهزة الإلكترونية بشكل صحيح، تستطيع التواصل مع أصدقائي وقربائي من خلال برامج التواصل الاجتماعي مثل سكايب وفيسبوك وانستغرام وتويتر. ثانياً، تعلم تحقيق الأهداف. الكثير من الألعاب والأنشطة التي يمكن ممارستها باستخدام اللابتوب أو التطبيقات على الهواتف الذكية تساهم في تعليم الطفل ضرورة إنجاز المهام من خلال قيام بناء مستوى في لعبة أو برنامج تعليمي حتى ينقل للمستوى الآخر. الآن سنتعرف على إيجابيات استخدامات التكنولوجيا في حياة الطفل. على المستوى الاجتماعي، الانعزال تدفع التكنولوجيا الطفل إلى الانعزال عن أصدقائه وقربائه ويدخل في عالم الإلكتروني افتراضي كنوع من الهروب من مشاكل العائلية أو المدرسية. على المستوى الصحي، قضاء الأطفال ساعات أمام شاشة التلفاز أو اللابتوب أو حتى الهواتف الذكية تعرض الأطفال لأشعة منبعثة منها مما يؤدي إلى ضعف النظر تحسس العين. هذا بالإضافة إلى السنن لكثرة جلوسهم وتناولهم الأطعمة دون إدراك الكمية. على المستوى الدراسي، ضعف تحصيل الدراسة وأعمال الواجبات المدرسية. التعرف والتعامل مع الغرباء، قد يبتسم الطفل العنف وذلك نتيجة مشاهدة بعض الأفلام التي تشجع على الحرب أو القتل. مشكلة البحث، استخدام المكثف وغير آمن لوسائل التكنولوجيا من قبل الأطفال وذلك بصورة يومية بعيدة عن رقابة الوالدين. في غالب الأحيان أصبحت التكنولوجيا تسيطر على حياة الأطفال وتلهيهم عن أداء واجباتهم المدرسية وفروضهم الدينية. الأسئلة التي يغطيها البحث، ما مدى إشراف الوالدين على نوعية الألعاب أو التطبيقات التي يمارسها الأبناء؟ ما نوع التطبيقات والأجهزة التي يميل الطفل إلى استخدامها؟ وما عدد الساعات التي يقضيها الطفل في اللعب؟ ما آثار اجتماعية وسلوكية استخدام الطفل وتأثيرها على كيفية قضاء الأطفال أوقات فراغهم؟ نتيجة البحث، قمنا بتصميم استبيان تحتوي على مجموعة من الأسئلة. الفئة المستهدفة اضطر الصف السادس الأساسي، عدد العينة 40 طالب. توزيع الاستبيان على الأطفال، تحليل البيانات واستخراج النتائج. نموذج تمثل الاستبيان، تحليل النتائج. تبين أن الغالبية العظمى يشرف عليهم والديهم في اللعب، إن اليوتيوب أكثر التطبيقات شيوعاً. عدد كبير جداً من العينة يمارسون جهاز البلاي ستيشن، ويقضون بين ساعة واحدة إلى 4 ساعات. لم تؤثر الألعاب على سلوكهم الاجتماعي إلا أنهم قليلي الحركة. تحليل النتائج، نجد
بعد العينة يرون إن الألعاب الإلكترونية تنهيهم عن تناول الوجبات بانتظام، ويلاحظ أيضا إن ثلث عينة الدراسة يلجأون إلى تأخير واجباتهم في سبيل اللعب. عدد كبير من أفراد العينة لا يتعارض لديهم ممارسة الألعاب. عدد كبير من أفراد أداء واجباتهم المدرسية. يلاحظ من النتائج أن أطفالنا يقعون تحت خطر كبير. أصبحوا أنهم قليلي الحركة وعصبيين في حال منعهم من اللعب، ويقضون وقت فراغهم خلف الأجهزة الإلكترونية بدلا من قراءة القصص وحفظ القرآن الكريم واللعب على الأجهزة الإلكترونية. ساعدت الأبناء في قضاء أوقات فراغهم فيما هو مفيد مثل المشاركة في نوادي دينية ورياضية. ساعدت الأبناء على اختلاط في أجواء العائلية والتزام بموعد خاص للطعام والاهتمام بفروضهم الدينية. كن قدوة، يجب أن تكون قدوة للأسرة. لا تمنعه اللعب على الأجهزة الإلكترونية وتقضي أغلب وقتك خلف جهازك الذكي. دور المدرسة، تعريف الطلاب بإضرار استخدام التكنولوجيا على الصعيد الصحي والسلوكي والنفسي والتربوي. إقناع الطلبة بعدم شراء تلك الأجهزة واللعب والألعاب التي إضاعات الكثير منها مع قيم وأخلاق اجتماعية. عمل مسابقات رياضية ودينية لملء أوقات فراغهم. تذكر إن وسائل التقنية الحديثة جعلت العالم قرية صغيرة لكنها بعيدة أفكارا وقيما. فليقم كل منا بدوره أن لنحمي أطفالنا، فهم جيل المستقبل وعدة الوطن. ستوب. من أفضل هذه العائلة التي تجلس حول المائدة وهي كل واحد منهم في جهاز إلكتروني؟ أما هذه العائلة التي يجمع الكتاب؟ شكرا للاستماع. شخصيتك كثير ملفتة للانتباه، أبدعت يا عمرو.